شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم يدور حول وسائط الفيض الإلهي. هذا البحث يمكن أن نتناوله من زاويتين. الزاوية الأولى زاوية تطرح في الحكمة الإلهية. في الحكمة الإلهية هنالك بحث، وهذا البحث أنه هل يمكن للموجودات المادية أن تتلقى الفيض الإلهي بلا توسط وسائط أو لا يمكن ذلك؟ الموجودات المادية التي نشاهدها، الجماد، النبات، الحيوان، الإنسان، هذه الموجودات المادية هل يمكن أن تتلقى الفيض من قبل الله سبحانه وتعالى بدون توسيط وسائط؟ أو أنه لا بد أن تكون هنالك وسائط ينزل عبرها الفيض الإلهي من خزائنه لكي تناله هذه الموجودات؟ هذه زاوية لا يهمنا البحث حولها الآن، ولكن الذي يهمنا هو البحث من زاوية ثانية، وهذه الزاوية أن سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، ولن تجد لسنة الله تبديلاً، ولن تجد لسنة الله تحويلا. السنن الإلهية في هذا الكون لا تقبل التبديل ولا تقبل
التحويل. التبديل يعني أن يكون هنالك وصف لشيء، هذا الوصف ينقلب إلى ما يضاده أو يناقضه، هذا يطلق عليه التبديل. والتحويل يعني أن ينتقل وصف معين من موقعه الذي عين له إلى موقع آخر. السنن الإلهية في هذا الكون لا تقبل التبديل، يعني تبدل الحالات، ولا تقبل التحويل يعني تبدل المواقع. تبدل الحالات يعني أن النار مثلاً في يوم من الأيام نسلب منها وصف الحرارة لكي تعطي وصف البرودة، هذا يسمى تبديل في الحالات في الخصائص. التبديل في المواقع يعني أن هذه الصفة الكامنة في النار تنتقل إلى هذا الجدار، هذا الجدار يعطي الحرارة التي كانت تعطيها النار. السنن الإلهية لا تقبل التبديل ولا تقبل التحويل. من السنن الإلهية القائمة في هذا الكون أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل فيضه عادة إلا عبر وسائط، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني هذه الحلاوة التي تذوقونها في السكر هذه رشحة من الفيض الإلهي، هذه ليست هي الحلاوة الحقيقية التامة، هذه رشحة مثل قطرة من بحر. الفلاسفة يعبرون عن ذلك بنم ويم، يعني رطوبة البحر. شنو نسبتها إلى البحر؟ نسبة قطرة نسبة النم إلى اليم يعني البحر. الله سبحانه وتعالى عنده مخازن الحلاوة، وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله سبحانه وتعالى أنزل في هذه الدنيا شيء بسيط من الحلاوة. العلم أين مخزنه؟ مخزنه بين الكاف والنون، كلمة كن، هذا المخزن موجود عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى كم ينزل من هذه الخزائن؟ وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا القدر المعلوم جرت سنة الله سبحانه وتعالى ألا يكون إلا عبر الوسائط. نأتي بمثال من الوسائط الطبيعية. هذا المثال أن الإنسان إذا مرض في يوم من الأيام، موسى صلوات الله عليه تمرض، كل إنسان يتمرض في حياته، فقال لله سبحانه وتعالى: ممن الداء؟ هذا الداء ممن؟ قال الله سبحانه وتعالى: مني. هذه الرواية يرويها العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار. ممن الداء؟ قال الله تعالى: مني. قال موسى صلوات الله عليه: ممن الشفاء؟ قال الله تعالى: مني. فقال موسى: إذن لن أذهب إلى الطبيب حتى يكون الذي
ابتلاني هو الذي يعافيني. أنت الذي أعطيت المرض، أنت أعط العافية أيضا. من الذي يعطي العافية؟ هذه الأقراص هي التي تعطي العافية. ما هي خصائص هذه الأقراص حتى تعطي العافية؟ الله سبحانه وتعالى قال له: لن أشفيك حتى تراجع المريض. أتريد أن تبطل حكمتي في خلق العقاقير؟ الله سبحانه وتعالى لماذا خلق هذه الأعشاب؟ لماذا خلق هذه الأدوية؟ لكي تلجأ إليها. فإذن الشفاء من الله، الشفاء فيض من الله يصل إليك، ولكن الشفاء يحتاج إلى واسطة طبيعية، وهو الدكتور والطبيب. ولكن من هو المشافي الواقعي؟ الله سبحانه وتعالى هو المشافي. وإذا مرضت فهو يشفين، مو الطبيب يشفيني، الله يشفي، ولكن عبر الطبيب. الأطباء القدامى كانوا يكتبون على النسخة التي عندهم: هو الشافي، يعني الله هو الذي يمنح الشفاء، ولكن أنا مجرد واسطة لهذا الشفاء الإلهي. هذه وسائط طبيعية. في عرض هذه الوسائط الطبيعية أكو وسائط غيبية أيضا. الله سبحانه وتعالى كما يعطيك الشفاء عبر هذا القرص المعين، الله يعطيك الشفاء أيضا بواسطة التربة. واحد يقول: شنو الخصائص الكيماوية لتربة الإمام الحسين صلوات الله عليه؟ ربما من الناحية الكيماوية في المختبر إذا وضعت تربة الحسين صلوات الله عليه وتربة ثانية، ربما، لا أعلم، ربما لا يكون هنالك فرق من ناحية الخواص المادية، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي جعل في العسل شفاء، فيه شفاء للناس. الله مو قادر أن يجعل الشفاء في تربة الحسين صلوات الله عليه. الذي جعل العسل فيه شفاء للناس هو الذي جعل أيضا والشفاء في تربته. هذه واسطة طبيعية وهذه واسطة غيبية. هذه ملاحظة حول أن سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون جرت على أن يعطي الأشياء عبر الوسائط الغيبية أو الطبيعية. الملاحظة الثانية أن هذه العقيدة لا تختص بنا نحن الشيعة، هذه العقيدة تعم كل طوائف المسلمين. التوسل إلى أولياء الله، التوسل بنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي مو عقيدتنا إحنا فقط، عقيدة كل المسلمين إلا مجموعة قليلة لا قيمة لها. هذه تعتقد أن كل المسلمين من قبل 1000 عام إلى هذا اليوم كلهم على ضلال وكلهم على انحراف، فقط هي التي عرفت معنى التوحيد خلال 1400 سنة. كل المسلمين، الصحابة والتابعين وتابع التابعين، كلهم كانوا مشركين. ليش؟ لأن يجي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويطلب من الرسول حاجته. هاي سيرة كل المسلمين كانت. بس هذه الجماعة تعتقد لا، أنه كلهم أخطأوا الحق وأنهم بعد 1400 عام كشفوا الحق. أنتوا الآن إذا تراجعون الشباب، الإخوة المثقفين
وكلكم إن شاء الله مثقفين، لأن مجالس الحسين صلوات الله عليه تنشئ مثقفين. كل من يحضر مجالس الحسين صلوات الله عليه فهو مثقف بقدر من الثقافة. راجعوا الكتب، كتبهم الآن موجودة في المكتبات، هذا صحيح البخاري موجود وهو من أصح الكتب عندهم، راجعوا صحيح البخاري. يقول البخاري: أتلو عليكم نص ألفاظه. صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء، يعني أحياناً السماء تشح بالمطر، مطر ماكو، فكانوا يصلون صلاة طلب المطر، الرجال والنساء يخرجون إلى الصحراء. هسه التفصيل مذكور في الكتب الفقهية، لست في صدد التفصيل، ويصلون ويطلبون المطر. يقول في صحيح البخاري في هذا الباب: إن عمر ابن الخطاب كان إذا قحطوا، إذا صار قحط، طبيعة البلاد اللي تعتمد على الزراعة إذا مطر ما إجا اقتصادهم يكون مهدد لأن اعتمادهم على المطر، استسقى بالعباس وقال: اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كانت تعرض هنالك مشكلة كنا نلجأ إلى من؟ من هو الواسطة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، هذا هو العباس، فاسقنا فيسقون. طبعا هنا أكو ملاحظة، وهذه الملاحظة: إذا كنت في زمان رسول الله تستسقي بجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعد رسول الله نفس رسول الله موجود. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. من هو أنفسنا؟ الإنسان يدعو نفسه. المفسرون سنة وشيعة ذكروا بأنه كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لماذا لا تذهب إلى علي بن أبي طالب؟ لماذا لا تستسقي بعلي بن أبي طالب؟ هذه ملاحظة، وهذه الملاحظة واردة، ولكن الكلام أنهم كانوا يستسقون برسول الله وكانوا يستسقون بالعباس. اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا، لاحظ كلمة التوسل. هذا صحيح البخاري، هذا مو الكافي بعد، هذا مو التهذيب، هذا مو الاستبصار، هذا النص صحيح البخاري، وراجعوه في المكتبات. أقرأ رواية ثانية فقط وأختم هذه الملاحظة. في مسند أحمد بن حنبل، وهو من صحاحهم الست، في الجزء الرابع صفحة 138، وفي سنن ابن ماجه الحديث رقم 1385، راجعوا هذين الكتابين. اللطيف أنه ابن تيمية اللي هو رمز هذه الشرذمة القليلة، رمزهم، يعترف في كتابه بأن هذا الحديث صحيح، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لاحظوا النبي: إن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: أدعو الله أن يعافيني. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن شئت دعوت، وإن شئت صبر، اصبر، ما أعد الله خير لك. قال الرجل: فادعه. لا، ما عندي صبر، ما أقدر أتحمل، فادعو الله أن يكشف عني. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه
ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. لاحظ الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه في. شوف نص، هذا النص يشبه هذا النص اللي موجود في المفاتيح، دعاء التوسل اللي ياخذوا منه ويقولون هذا شرك، هذا كفر. شنو دعاء التوسل؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة إلى آخر الكلمات، هذا نص الكلام. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه في. قال الراوي: فوالله ما تفرقنا حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضر. وهنالك أحاديث كثيرة، من شاءها فليراجعها في مظانها. الحقيقة هذا المطلب مطلب أن الفيض الإلهي، أن ذلك القدر المعلوم الذي يتنزل بواسطة هؤلاء الوسائط، هذا لا يختص بقضية تاريخية. أنتوا إذا تلاحظون في هذه النقطة، إحنا في حياتنا الشخصية كل واحد منا، المشكلة أن الإنسان ينسى، إحنا مئات المشاكل كل واحد واحد منا كانت عنده في حياته، واحد واحد منا بس يحتاج إلى تذكر. مشكلة الفقر، مشكلة المرض، مشكلة العدو، مشكلة واحد بنت تعاني من مشكلة. وتوسلنا بالله، توسلنا بأولياء الله، توسلنا بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أغلب هذه المشاكل أغلبها حلت ببركتهم، ما يحتاج إلى قضية تاريخية، هاي تجربة شخصية في حياة واحد واحد منا. أنقل لكم قضية واحدة: واحد من الشباب يشعر بآلام في بطنه، هذه الآلام تشتد وتشتد بحيث لا تطاق هذه الآلام، يرى أنه لا ملجأ إلا إلى الطبيب. يذهب إلى الطبيب، الطبيب يقول بعد الفحص، طبيب مشهور هنا في الكويت وإلى الآن موجود، أبطال هذه القصة كلهم أحياء وكلهم معروفون في الكويت. هذا الطبيب الشهير بعد الفحص يقول لابد من إجراء عملية، يشق بطن هذا المريض، يفتح بطنه، بمجرد ما يلاحظ الوضع يعيد كل شيء إلى موقعه ويخيط الجرح ويقول هذا مو شغلي. ليش؟ لأن السرطان أعاذنا الله منه هذا مستشري في الداخل، ما أقدر علاجه. ثم يقول لأقرباء المريض سرا حتى المريض هو لا يسمع، يقول أنا ما يجي مني شغل، وهذه الحالة حالة مأيوس منها، فقط أكو احتمال ضعيف إذا تودوه في فلان بلد أجنبي إحدى البلاد 5% احتمال نجاح العملية و95% سقوط وموت حتمي. أهل هذا المريض يصممون على أن يحملوه إلى ذلك البلد. أحد علماء الدين، عالم وخطيب كبير، يزور هذا المريض
فيعطيه قند حديث الكساء، يعني يقرأ حديث الكساء فوق المنبر أو تحت المنبر وينفخ في القند. هذا قند حديث الكساء، يعطيه يقول له أكل من هذا، ويعطيه أيضا تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويقول لأهله صلوا له صلاة فاطمة الزهراء. موجود في أول المفاتيح، كل واحد من الإخوة يمكنه أن يصلي هذه الصلاة، مو فقط لحاجاتنا الشخصية، عندنا حاجات شخصية، أكو حاجات نوعية أيضا، الفقراء، المساكين، مليون إنسان في منطقة واحدة الآن مهددون بالموت جوعا، أي مو مشكلة حقيقة. إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، ليكون منطق الإنسان هذا. فاطمة الزهراء صلوات الله عليها دعت من الليل إلى الصباح وصلت. الإمام الحسين صلوات الله عليه يروي هذه الرواية عن الإمام الحسن، الإمام الحسن صلوات الله عليه يقول صلت ودعت من الليل إلى الصباح، وكل تدعو لجيرانها للمؤمنين والمؤمنات. نص الرواية في البحار راجعوها، للمؤمنين والمؤمنات. فقلت فلما انفلق الصبح قلت لها يا أماه لماذا لا تدعين لنفسك؟ قالت الجار ثم الدار. هذا منطق أهل البيت، الجار ثم الدار. ما يمكن هذا المنطق، الجار والدار، نصف لي ونصف لك، كيف أستأثر بهذا؟ مو صحيح منطق الإنسان يكون الدار ثم الدار، لا، أقل تقدير الجار والدار. قبل كم يوم واحد كاتب لي يقول أنه أنا رجل متزوج من منطقة من المناطق الإسلامية، أنا رجل متزوج وما عندي شيء، أعيش في ضائقة اقتصادية، عندي 3 أولاد أو 3 بنات ما أتذكر، الآن أعيش في وضع خانق جدا، زوجتي بعد فقدت تحملها، ما عندها تحمل، إيش قد تتحمل الزوجة، والآن تطالبني بالطلاق، أنه طلقني، أنت اللي ما تقدر تعيلني طلقني. فماذا ترى سيدنا في هذه المشكلة؟ حقيقة هؤلاء الأفراد بكرة ما يأخذون أمامنا يوم القيامة. ألم نحفظ هذه الكلمة الجار ثم الدار؟ على كل حال سمو الكلام في هذا الجزئي، ألوف الجزئيات، مئات الألوف من الجزئيات من هذا القبيل. فواحد ما يفكر فقط في نفسه ومشاكله، مشاكل الآخرين أيضا موجودة. المهم يعلمهم هذا العالم صلاة فاطمة الزهراء، ويقول أيضا هنالك ورد مجرب. أنا رأيت كثير من الأفراد جربوا هذا الورد، أنه يقرأ هذه الكلمات، اللهم تتوضأ وتذهب في غرفة وما تكلم واحد، تقعد مستقبل القبلة وتقرأ هذه الأوراد من أولها إلى آخرها، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك، 530 مرة. طبعا إذا أردتم أن تقوموا بهذا الورد واحد لا يتعب، لأن هذا الورد قد يكون متعب، أضغط على نفسك وأنهي الورد لحاجات الدنيا والآخرة. ويقول للمريض أيضا هذا العالم أنه أنت أيضا اقرأ هذا الورد قبل العملية، صلاة فاطمة، دعاء اللهم صل على فاطمة وأبيها، تربة الإمام الحسين، قند حديث الكساء. يودوا إلى ذلك البلد الأجنبي، في تلك الليلة هذا المريض يقرأ هذه الكلمات ويتوسل بفاطمة الزهراء صلوات الله عليها، أنه أنا الآن في بلاد الغربة بعيد عن أهلي وأطفالي، أنا إذا رحت من لأطفالي؟ من يقوم بشؤونهم؟ وينقطع انقطاعا حقيقيا، مو ألفاظ، انقطاع إلى الله،
وتجري دموعه وبعينه المبللة تأخذه غفوة. في هذه الغفوة يرى أن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها تدخل نفس تلك الغرفة، لا يعرفون قريبا أو بعيدا، يأتون في كل مكان ويتوجهون إلى كل من توجه إليه. المهم تدخل محجبة، لأن مو سيد، تدخل محجبة حجابا كاملا ومعها شابان. ثم يأتي أحد الشابين، مو نفس فاطمة الزهراء، ما تمسح ولو أن المسح من خلال الثوب ما في إشكال، ولكن مراعاة الحجاب إلى هذا الحد. لماذا لكنها لاذت وراء الباب؟ لماذا؟ رعاية للستر والحجاب. يعني الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها أصبحت شهيدة الحجاب وشهيدة الولاية. بقدر ما هي شهيدة الولاية أيضاً هي شهيدة الحجاب، حتى لا يلمس من فوق الثوب. أحد الشابين يأتي ويلمس بطن هذا الرجل، يقوم من النوم وأي أثر ماكو للألم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هؤلاء وسائط الله سبحانه وتعالى المقربون إلى الله، إذا قالوا كلمة الله لا يرد كلمتهم. يقوم الأطباء بكرة يجون حتى يسووا له عملية، يقول أنه ماكو ألم، يأخذوا يفحصوا كذا كذا، الأطباء يقولون له أي أثر ماكو، إنها معجزة السيد المسيح. يعني مرادهم أن هذه القضية مو قضية طبيعية، هذه القضية قضية غيبية. هذه القضايا وأمثالها، هنالك قضية ثانية أيضا وقعت قبل عام في نفس هذا البلد ببركة أهل البيت صلوات الله عليهم، ولكن نترك القضية لمجال آخر. من الضروري أن نهتم بالتوسل لحاجاتنا الدنيوية والأخروية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارتهم والاقتداء بهم في هذه الدنيا، وأن يرزقنا شفاعتهم في الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.